قرار السلطات العليا في الجزائر الاستدعاء الفوري للسفير الجزائري في إسبانيا للتشاور لقي الكثير من المساندة والدعم داخل البلاد على خلفية ما اعتبرته الخارجية الجزائرية انقلابا مفاجئا من الموقف الإسباني فيما يتعلق بقضية الصحراء. العلاقات الجزائرية الإسبانية تميزت حسب متابعين باستقرار منذ عقود عكرته تصريحات المسؤولين الإسبان مؤخرا. استدعاء السفير من أي دولة هي كدلالة تعبير عن احتجاج دبلوماسي وطلب توضيحات بداية، ولكن الخطوة الثانية إن لم يكن هناك توضيح من الدولة التي تم استدعاء منها السفير سربما تصل الأمور إلى طلب تفسيرات على مستوى سفارة الدولة في دولة الاحتجاج من خلال استدعاء السفير لمبنى وزارة الخارجية وطلب تفسيرات أوضح، ونصل في الأخير للنقطة المرتبطة بأنه هذا السفير أصبح غير مرغوبا فيه في الجزائر. من المستبعد أن نصل إلى هذا التصعيد. وفي ظل المتغيرات الجيوسياسية الحالية والأزمة الأوكرانية وتبعاتها الاقتصادية العالمية، يتساءل كثيرون عن إمكانية استخدام الجزائر للغاز ورقة للضغط على إسبانيا فيما يتعلق بتغيير موقفها من قضية الصحراء، على اعتبار أن 40% من الغاز الإسباني مصدره الجزائر. هناك اتفاقية أمضتها الجزائر في 2003 و2005 مع الاتحاد الأوروبي من أجل تبادل الكلي بين الدول، بين فرنسا، إيطاليا، إسبانيا. الجزائر عندها علاقات طيبة مع الاتحاد الأوروبي. أنا لا أظن باللي يكون هناك مشاكل من الجانب الاقتصادي ومن الجانب التجاري. لهذا احنا هذا مشكل سياسي محض راح يتحل من الجانب السياسي وليس من الجانب الاقتصادي. وتتفاعل الأزمة الدبلوماسية بين إسبانيا والجزائر على خلفية ملف الصحراء في وقت يطالب المغرب بحكم ذاتي تحت سيادته. خطوة استدعاء السفير الجزائري من مدريد ليست الأولى من نوعها التي تقوم بها الجزائر خلال الفترة الأخيرة، إذ سبق واستدعت سفراءها على مستوى كل من المغرب وفرنسا بسبب أزمات دبلوماسية مشابهة. خطوة تلتها قرارات سياسية أقوى. نهى الزرواطي، سكاي نيوز عربية، الجزائر.